اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عروض البيع. لو حد عنده حمام وعايز عرضه للبيع يتواصل معاه رقم التليفون رقم تليفون 0155 79684. رقم التليفون متاح واتساب. صور حمامك كويس وعرضه لي ونبعته له عرض لك ان شاء الله. سيبها يا جماعة. واحنا عرضنا حمام الحاج محمد مليم، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، نسألكم دعاء له وربنا يشفيه يا رب. عنده ظروف صحية، والراجل ده يا جماعة من الناس القديمة، الناس اللي هو الكبار عارفينه طبعا، راجل نار على العالم، عمدة من عمد الحمام المراسلات. سيبها، وعرضنا له حمامه ده لأنه ربنا يديله الصحة، تعبان شوية وهيعمل عملية إن شاء الله وربنا يقوم منها بالسلامة. ومفيش عنده حد يرعى الحمام، فظروف بتحصل لنا كلنا، حصل لي الظروف دي برضو، وصفات الحمام بتاعي وبرضو الموضوع ده غصب عن الواحد، لأن الحمام بيبقى عزيز عن الواحد جدا. بس طبعا هو عايز الحمام بغالي عنده، وعايز يدي لحد يرعاه أحسن ما يهمل فيه عشان الظروف الصحة وكده. يعني الحمد لله تم، الحمد لله تم بيع نص الحمام او اكتر من نص الحمام بحمد الله، وباقي نص الحمام يعني اتباع، الملفاس كله اتباع، اتباع نص المراسلات، اتباع نص الهمر. باقي الوقت يا جماعة المراسلات والهمر، المراسلات مجموعة من الهمر جميع الأشكال والألوان. طبعا الحمام كله مستوى عالي، محدش يقول الحمام اتنقض، الراجل بيبيع الحمام، الحمام كله اللي عنده مستويات عالية وعنده ألوان كتير. فطبعا الراجل مهما هتاخد منه هتلاقي ان الحمام نفس التقليب اللي عنده، مش هتلاقيه عند حد خالص. التقليب اللي هو بيبيعه في المراسلات والهمر ما هتلاقوش عند حد خالص، وبالذات المراسلات. فالراجل اللي عامل تخفيض يشكر عليه لمتابعين القناة. اي حد يا جماعة عايز منه حمام هيقول له متابع القناة هيعمل لك تخفيض. القص الهمر يا جماعة، القص الهمر عامل 600 جنيه، والقص المراسلة عامل 500 جنيه فقط. وده يا جماعة بيبيع بنص التمن، لأن على يد أنا كان ببيع جوز المراسلات ب1100 و1200، والهمر كذلك، وكان بيبيعه شباب، ما مش حمام شغال، هو بيبيع لك وقت حمام شغال. يعني الراجل نزل السعر للنص، وهنقول تاني السعر، المراسلات 500 والهمر 600 جنيه للجوز، حمام شغال، حمام تقليب عالي، مستويات عالية، جميع الألوان متاح، جميع الألوان طبعا، المستويات اللي عنده كل المستويات اللي عنده مستويات عالية. وكفاية اسم الراجل ده ان انت يكون عندك حمامة بدبلة الراجل ده، يعني ان انت يكون عندك جوز حمام بدبلة الراجل المحترم ده، ده يعتبر كنز. يعني راجل معروف من سنين في باب المراسلات، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. فهو عنده الحمام المراسلات اللي حاليا الموجود عنده جميع الألوان، البدايرة والإنجليزيات والأبيض والأسمر والتوب الكريج اللي برضو. زي ما انتوا شايفين الحمام مش محتاج كلام على المستوى بتاعه. فاللي محتاج حاجة يا جماعة الراجل موجود،
راجل من الجيزة إن شاء الله، اتصل عليه وشوف انت عايز ايه. والاسعار ده يا جماعه ده اسعار نهائيه، لان هو فعلا والله على يد انا كان بيبيع القسط ب 1200 جنيه، بس هو نزل الظروف دي طبعا، الحمام ما فيش حد يرعاه، فهو عايز نزل السعر للنص. ربنا يعوضه خير يا رب ويشفيه ويديله الصحه. عارف في ناس هتقول في مراسلات ب 300 و 400، مش الحمام ده يا جماعه، الحمام ده يا جماعه اقل حاجه الجوز ب 1000 جنيه، بس هو راجل نزل السعر بتاعه، عمل ب 500 جنيه المراسلات و 600 جنيه الحمام والهمر. فاللي محتاج حاجه يا جماعه يتواصل على رقم التليفون ويشوف الجو ونظامه ايه، ويروح للراجل ياخد اللي هو عايزه. واحنا يا جماعة بندعي له ان ربنا يشفيه ويديله الصحة طول العمر. لان كنت منزل فيديو اول امبارح تقريبا بالحمام كله، وحاليا دلوقتي عنده موجود عنده 30 قص همر و50 قص مراسلات جميع الالوان زي ما انتم شايفين كده. في عنده الانجليزي اهو، وعنده الابيض، وعنده الكنيس يصلح حاله رب، وعنده البدايره والصابونيات والالوان دي. الراجل ده يا جماعة الحمام بتاعه ما بيشغلش حضان، يعني الحمام ده بيزق ولاده عادي، الحمام ده بيزق ولاده، الراجل ما بيشغلش تحضين، الحمام ده كله بيزق ولاده، يعني الحمام حمامة حنينة وعارفة بتقوم بولادها، مش من الحمام اللي حضان وحاجات منه. فده الحمام بتاعه بيزق ولاده عادي. يعني موجودة اهو زي الفيديو، وفيديو الفيديوهات هعمل لكم فيديو طويل يا جماعة، الفيديو شرح نفسه عشان تشوفوا الحمام بالتفصيل وتشوفوا التقليب على قد ما تقدرون والألوان. الحمد يا جماعة بيوت قديمة مقفول عليها من سنين، على فكرة كان بيبقى بس الإنتاج وناس قليلة اللي كانت بتشتري. فأنت عشان يكون عندك قص من ده ولا اتنين، بيكون عندك حاجة يعني من الحاجات اللي هي الحاجات القديمة اللي صعب تلاقيها عند أي حد. فاللي محتاج حاجة يا جماعة بدري كده يتواصل مع الحاج محمد ويشوف هو عاوز ايه. وزي ما احنا قلنا الراجل عامل تخفيض لمتابعين القناة، القص ب 500 جنيه اللي هو المرسلات، والهمر ب 600 جنيه، القصين بحق قص، كلها بحق قص، لان هو كان فعلا بيبيع بالاسعار دي. وانا دول يا جماعة كلنا ربنا يشفيه ويديله الصحة.
بقى يا جماعة نقول لكم لو عجبكم الفيديو شجعونا بلايك وتعليق، واللي محتاج حاجة يا جماعة يتواصل معانا في التعليقات، ولو عندك حمام عايز تبيعه تواصل معانا على رقم الواتس 0155 79 684، 0155 79 684، وإن شاء الله هنعرض لك حمامك كله بأمر كله بمرض الله والوجه الله. يا جماعة عشان طويل عشان تتفرجوا على الحمام، على مستويات الحمام بالتفصيل، على الهومر وعلى المرسلات بالتفصيل. اللي ناوي يا جماعة واللي عايز يشتري يتواصل بسرعة، لأن الحمام ده بسم الله ما شاء الله الأسعار دي مش هيستنى. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.